عن أرض البركة نحكي بالصوت العالي لما نغني عن قطعة جنة منغني أيام ولالي لما بنحكي عن أرض البركة نحكي بالصوت العالي لما نغني عن قطعة جنة أخبار الشمس وبيوت الأهالي أخبار الشمس وبيوت الأهالي تفاصيل العمر تفاصيل العمر سهر الليالي سهر الليالي زاوية حرشة مع هاني موعد. مساء الخير مستمعينا الأعزاء، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج زاوية حرجة. قمة بلا رؤساء، قمة بلا قيمة، قمة الأمل. في قمة الدوحة آذار 2013 اعترف بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ممثلا شرعيا للشعب السوري، وتم منحه مقعد سوريا وقد رفع علم الثورة في القمة. أما في قمة الكويت آذار 2014 رفعت القمة علم النظام السوري في قاعة المؤتمر، إضافة إلى اقتصار مشاركة الائتلاف على إلقاء أحمد الجربة رئيس الائتلاف كلمة باسم المعارضة دون أن يجلس على مقعد بلاده الشاغر.
قمة شرم الشيخ آذار 2015 هيمن عليها الوضع في اليمن وعاصفة الحزم لدعم شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي ضد الانقلاب الحوثي. تبنت القمة التي لم توجه دعوة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية تشكيل قوات عربية مشتركة. اليوم قمة نواكشوت تموز 2016. رفض عدد من وزراء الخارجية العرب منح الائتلاف الوطني مقعد سوريا في الجامعة العربية، حيث طلبت بعض الدول منحه للائتلاف المعارضة، بينما رفضت الغالبية ذلك مع إبقاء الوضع على ما هو عليه. وبقي المقعد السوري شاغرا، حيث وضعت عليه اللجنة المنظمة جدول أعمال الجلسة والوثائق التي سيتم نقاشها خلال الاجتماعات. وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أنه لا يمكن استعادة سوريا لعضويتها في الجامعة إلا بتوافق داخلي بين الحكومة والمعارضة. إذن عربيا لا خرق جديد في جدار الأزمة السورية. أما في البيان الختامي الذي نشرته صحيفة الشرق الأوسط، فإن القمة العربية ستؤكد على ضرورة مواجهة التدخلات الإيرانية وتطوير آليات مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والسلم العربيين من خلال نشر قيم السلام والوسطية والحوار ودرء ثقافة التطرف. كما شدد القادة العرب على مركزية القضية الفلسطينية ورحبوا بالمبادرة الفرنسية الداعية إلى عقد مؤتمر دولي للسلام يمهد بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية. أما في الشأن الليبي، دعا القادة العرب الأطراف المتنازعة إلى السعي لاستكمال بناء الدولة والتصدي للجماعات الإرهابية. وأيضا تطرق البيان إلى لضرورة دعم العراق ومساندته في مواجهة الإرهاب. كما أكد القادة على دعم جهود الإغاثة الإنسانية وتقديم مساعدات عاجلة للمتضررين من الحروب والنزاعات في المجال النووي. إذن نناقش في حلقتنا اليوم قمة نواكشوت العربية المنعقدة اليوم مع ضيوفنا الكرام. نبدأ أولا مع الدكتور سلطان حطابة مدير دار العروبة من العاصمة الأردنية عمان، وأيضا ينضم إلينا السيد آفاق أحمد أمين عام حركة المجتمع التعددي من فرنسا. أهلا وسهلا بكم ضيوفي. أهلا أهلا دكتور. أبدأ نعم دكتور، أبدأ معك اليوم. يعني تم بالقمة العربية اختيار اسم قمة الأمل، يعني أي أمل وهناك غياب كبير للقادة العرب في هذه القمة؟ يعني الأمل من قبيل الأمل، بمعنى أن العرب كانت تقول عن الأعور كريم، وكانت تقول عن الملدوغ بالأفعى سليم، كنوع من التفاؤل بأن يشفى. يعني هذا تسمية على ما سيكون أو ما هو متوقع من جهة المتفائلين. وبالتالي أنا أعتقد أن القمة العربية في نواكشوط تعكس الوضع العربي المتراجع والمتردي والعاجز، وتجسد هذا الواقع العربي بحيث أن النظام العربي لا يستطيع الآن أن يدافع عن نفسه. نعم طيب، أتوجه إلى السيد أفاق أحمد. سيد أفاق، يعني هناك نقطة جدا جوهرية يعني تطرق إليها أيضا الدكتور سلطان حطاب، أن لربما أن النظام العربي لا يستطيع أن يدافع عن نفسه. هناك تصريحات لأمين يسري مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، رأى بأن جامعة الدول العربية تلفظ أنفاسها الأخيرة، مضى 70 سنة حتى اليوم ولم تفعل أي شيء هذه الجامعة. وأيضا أشار بأن اليوم كل دولة عربية حريصة فقط على كيانها وحدودها دون أي انضمام إن كان اقتصادي أو سياسي. هل وصلنا، هل فعلا اليوم أبو الغيط يدق أو يدفن كيان ميت؟ حقيقة صديقي دائما كانت كذلك. يعني نحن كعرب مجتمعين على أن لا نريد أي شكل من أشكال تضامن عربي، إن كانوا أحزاب يسارية لها ولاءات
إن كانوا ممالك له ولاءات عشائرية وأميري، إن كانوا إسلاميين لهم ولاءات إسلامية أكبر من حجم الوطن العربي. إذا عمليا نعمل في التكتل هي كانت لا بين الرؤساء لإعطاء بعض الشرعية بحكمهم. ولكن اليوم نحن ما بهمنا كثيرين من هذا الموضوع هو وين الملف السوري منها هالبلبل اللي عم تصير. نعم أكيد سوف نطرح هذا الموضوع العربي. نعم يعني حقيقة أنا أفضل لو أنه كنا نعرف نعاتب الأصدقاء العرب اللي دعموا المعارضة السورية في بداية الأمر، واللي مثل ما ذكروا بالعام كبروا براسها أنه النظام راح يسقط خلال أشهر وخلال أيام وخلال كذا، ودعموا بعض الدعم البسيط الذي لا يسقط النظام ولكنه يشعل الحرب. فهي الاستراتيجية المحطوطة أصلا من الأصدقاء المعارضة السورية، لا أتكلم عن من قال نحن ضد هذه الثورة وضد هذا التحرك كعمان وغيرها من البلدان والعراق ولبنان، نحن نتكلم عن الأصدقاء يلي هم قطر يلي هم السعودية يلي هم الكويت يلي هم هذول بين قوسين يجب أن يدعون أصدقاء دعموا الفصائل المعارضة بأسلحة وبعتاد وبكذا، بحيث أن هذا النزاع يبقى مستمر ولكن ليس بحيث أن يسقطوا هذا النظام. إذا عمليا هي خلينا نكون بكل شفافية مثل ما قال ميشيل كيلو أنه أصدقائنا الأمريكان ضحكوا علينا، وخلينا نقول إحنا كمان إخواننا العرب ضحكوا علينا. دكتور سلطان نعم 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 سيد أفاق، دعني أتوجه للدكتور سلطان، يعني هل توافق سيد أفاق أو توافق المعارضة السورية التي تقول بأن فعلا الأمريكان والأصدقاء العرب ضحكوا على المعارضة السورية يعني بين قوسين؟ نعم أنا أوافقه، الولايات المتحدة الأمريكية أدارت ظهرها والعرب كانوا متحمسين بداية، ولكنهم أيضا قطروا مواقفهم بالموقف الأمريكي وإيقاعهم أصبح شبيه باللقاء الأمريكي، وأعتقد أن المعارضة السورية ومقاومتها خذلت، وإلا لما جرى انفراد النظام بتحالفاته الخارجية كإيران وروسيا بالاستقواء على الشعب السوري الذي ما زال السنة الخامسة الآن في مرمى براميل وقصف ونيران ومحاصرة وتعذيب النظام السوري. ليس معقولا أن العالم يرى كل هذه المآسي ويصمت. أصدقاء سوريا ليسوا بجانبها كما هم أعداء بجانب نظامها، وبالتالي هناك خلل كبير، لابد من إعادة إنتاج موقف سوري الآن مختلف تماما، وعلى القيادات الوطنية السورية في المعارضة والمقاومة أن تشترك أسلوبا آخر يعيد التوازن لصالح هذه المقاومة التي لا شك أنها ستنتصر في النهاية مهما طال عمر النظام. نعم. الجائر. نعم. نعم طيب دكتور، يعني دعني أتوقف عند نقطة مهمة جدا قبل الدخول بتفاصيل الشأن السوري والموقف العربي من هذا الموضوع. يعني اليوم التصريحات لأمين يسري مساعد وزير خارجية مصر الأسبقية، يعني تصريحات مهمة جدا يتحدث بها أنه يعني كيان جماعة الدول العربية انتهى. اليوم كما ترى يعني الصراعات التي نعيشها بالمنطقة، هل نحن اليوم أمام صراع هوية عربية أم صراع ديني؟ يعني هل أن هذه المنطقة يجب الذهاب إلى كيان إسلامي، مثلا الإيجاد مثلا زعامة إسلامية أم البحث عن زعامة عربية حقيقية؟ هل نحن اليوم يجب علينا البحث عن دولة تأخذ الدور القيادي لقيادة دعنا نقول الأمة العربية أو العالم العربي؟ دكتور سلطان نعم تسمعني؟ نعم سؤال نعم نعم أعتقد أن النظام العربي المتمثل بالجامعة العربية ولد مشلولة، لأن الجامعة العربية هذه جامعة أنظمة عربية وليست جامعة شعوب، ولما كانت هذه الأنظمة مختلفة تماما منذ نشأة الجامعة العربية حتى اليوم منذ 7 عقود فإنها لم تتوافق تماما على كل القضايا، ولذلك كان نظامها الداخلي يقوم بالإجماع، والإجماع لا يمكن أن يتحصل بين مختلفين، وبالتالي بقيت الجامعة العربية تحمل أمراضها بين طياتها إلى أن تفاقمت هذه الأمراض حين عجزت الجامعة العربية عن معالجة كافة أشكال التدخلات في الأمن القومي العربي
ولم تكن ذات شأن حتى في القضايا الأساسية والبارزة، لا في القضية الفلسطينية التي واكب ميلاد الجامعة وجود هذه القضية منذ عام 48، ولا حتى في القضايا الكبيرة بالاعتداء على بالحرب العراقية الإيرانية، ولا أيضا بانقسام السودان، ولا أيضا في المعارك التنموية وداخل البلاد العربية، ولا حتى مع الأمية. وبالتالي بقيت هذه الجامعة العربية محج لا يكسب أصحابه الأجر، نعم. وبقيت عاجزة عن أن تقدم للشعوب العربية شيئا، سواء أن هذه الأنظمة كانت تأتي تحضر ثم تأتي ببيانات جاهزة أو بيان جاهز أو أجندة جاهزة وتنفض. أعتقد أن الجامعة العربية كانت فقط متماسكة حين كان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ذو تأثير كبير في العالم العربي، فكانت تتقاطر هذه الأنظمة إلى انعقاد الجامعة العربية آنذاك، انعقاد مؤتمرات القمة للجامعة العربية آنذاك لتأثيره الكبير في العالم العربي، لأن الذي كان يغيب يعاقب من شعبه. بالتالي أنا أعتقد أن الرهان الآن هو على الشارع العربي، على الشعوب العربية، في أن تقيم نفسها كيان متماسك، وأن تضغط على أنظمتها في أن توجد أو تعيد إنتاج كيان سياسي متماسك يمثل العرب في الحد الأدنى، يمثلهم في نظامهم العربي الثقافي والاجتماعي والتعليمي والاقتصادي. فإن فشل العرب سياسيا، لماذا عليهم أن يفشلوا حتى ثقافيا وتعليميا واقتصاديا واجتماعيا؟ يجب أن يكون هناك شكل من أشكال التكامل العربي كما هو الاتحاد الأوروبي الذي بقيت أنظمة سياسية تحافظ كل على نفسها، وبقيت هناك قواسم مشتركة كبرى أو صغرى بينها، وكما هي دول أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا وهكذا. لكن العرب ما زالوا قبائل، وكأنهم قبل قيام الدولة، كأن الكيانات العربية القائمة هي كيانات ما قبل اختراع الدولة. وبالتالي يشعر المواطن العربي بالأسى على حدود مغلقة، على تجارة بينية ضعيفة لا تتجاوز 4%، على كيد، على معتقلات وسجون. طيب. هذا يسجن المواطنين. طيب. هذا وهذا. نعم. نعم. يعني دكتور مأساة. نعم. طيب دكتور، يعني قبل الذهاب إلى السيد أفاق، يعني أنت برأيك يعني لا يوجد اليوم أي دول عربية لربما تأخذ الدور القيادي، أم أننا يعني أنت ترى اليوم التوجه، يعني توجه الشعوب العربية، هناك استعطاف كبير، هناك يعني كما نقول يعني تجاه تركيا، يعني كأن الشعوب العربية تسعى تتطلع اتجاه قيادة تركيا للمنطقة، يعني هناك مثل نوع من العامل الإسلامي، يعني كيف ترى اليوم الوضع الحقيقي لهذا الشأن، إن كان دور قيادي لدولة عربية أو دور قيادي لدولة إسلامية؟ دكتور سلطان. نعم، سؤالي أنا أعتقد نعم نعم أعتقد أن أنه لابد من إيجاد دور عربي بارز، وأعتقد أن هناك دول تستطيع الآن أن تنهض بدور عربي مميز كالمملكة العربية السعودية ومصر، يمكنها أن تشكل يعني قوة حقيقية ما بين قوات مسلحة وبين أموال، ينقطر معها دول عربية أخرى في الخليج والأردن، وأن تشكل هذه المجموعة عربية قادرة أن تدفع عن الأمن القومي العربي في الحد الأدنى إمكانية استمرار إيران بالتغلغل في العواصم العربية على النظام العربي الذي هو في طريقه إلى الفناء، أن ينقذ نفسه الآن إن استطاع بكل الوسائل الممكنة، وعلى الشعوب العربية، على هذه الأنظمة العربية أن تلجأ إلى شعوبها، بمعنى أن تنفتح عليها، بمعنى أن تمارس الديمقراطية وأن تمارس تداول السلطة وأن تمارس الذهاب إلى صناديق الاقتراع مهما كانت الظروف ومهما كانت الذرائع. فالاختباء وراء الأزمات والاختباء وراء الظروف الصعبة التي لا تسمح بممارسة الديمقراطية أو القول بأن أصل الإرهاب ما زالت عالية أو بادعاء أنه لا صوت له فوق صوت المعركة، وفي الأخير يعربون المعركة على أنها صراعات على المواقع والمناصب، هذا الأمر يجب أن ينتهي، وإلا ستجد هذه الأنظمة المتبقية أنها في طريقها إلى ما لحق الأنظمة التي ذهب بها الربيع العربي. أعتقد أن على المفكرين والمثقفين وقادة الرأي في العالم العربي أن يتحملوا مسؤولياتهم، وأن لا يتركوا الأمر للأنظمة، مجرد الأنظمة السياسية القائمة
تقرر مسار هذه الشعوب في الشوارع العربية. أتوجه للسيد أفاق أحمد. سيد أفاق، يعني فيما يخص هذا الموضوع قبل الدخول أيضا بتفاصيل الشأن السوري، يعني فيما يخص القيادة العربية خاصة اليوم، يعني هناك أيضا كما نقول مخاوف من قبل العديد من الدول العربية تجاه التغلغل الإيراني في المنطقة، يعني اليوم وخاصة أيضا تغلغل إيران في الشأن السوري. اليوم العرب هل بقادرين بمواجهة هذا التغلغل في المنطقة، خاصة يعني خاصة أن اليوم تنعقد القمة العربية في ظروف جدا دقيقة ولم يتوجه القادة العرب إلى هذه القمة؟ يعني الحقيقة هي الرسالة الوحيدة اللي ممكن يجتمعوا عليها هي مجابهة إيران، ولكن خلينا نكون واقعيين أكثر، يعني أين يعني العربية السعودية عندها أو حتى يعني الثقافي هناك حتى الإعلام في الخليج لديهم أمرين لا فريسة لهما، أما التحليل والتحريم فيما يتعلق بالجنس ثم يقلبون الإذاعة فيرون محاربة إيران. لا، ليس هناك أي أو التصدي لإيران أو الهجوم الإيراني أو التمدد الإيراني للمنطقة إلى آخره، ولكن لا توجد أي استراتيجية واضحة لهذا الشيء، لا توجد أرضية حقيقية، لا يوجد أي شكل من أشكال التضامن العربي، لأنه ليس من المعقول أن يكون دولة مدخول المواطن العربي فيها بين 500 ألف دولار ودولة أخرى مدخول المواطن العربي فيها لا يتجاوز 20 أو 30 دولار، ونجد نوع شكل من أشكال التضامن العربي. يعني الحالة الاقتصادية كمان شيء فيه مهم، أنا حتى أقنع المواطن اللي عايش بمصر ولا عايش بالسودان ولا بموريتانيا ولا بالجزائر إنه يعمل تحالف عربي مع ابن الخليج اللي صاحب المدخول الهائل، فهذا شكل غير منطقي. يعني نحن ليس لدينا قبل ان نحارب الاعداء، يعني خلينا نقول نشبع شعبنا، يعني قبل ما نحارب اسرائيل لازم يكون المقاتل شبعان واكل. المشكله انه عندنا حالات من التخلف، حالات من الفقر والعوز اكبر من مشاكلنا حتى مع الخارج، إن كان مع طموحات إيران، مع طموحات تركيا، إسرائيل، أمريكا، فرنسا، تدخلاتها بشمال إفريقيا العربي إلى آخره. لذلك المشكلة هي في قلب البيت العربي قبل أن تكون في طموحات أخرى. نحن نعم، طيب، ما فينا نجي نقول لأي دولة لا تطمح فينا، ونحن ما نحصين جبهتنا الداخلية بشكل صحيح. نعم، فعلا عندنا المشاكل الطائفية تنصر في أغلب البلدان العربية. طيب دعني أتوجه إلى نعم سيد أفاق، بس دعني أتوجه بهذا السؤال الأخير للدكتور سلطان حطاب لأنه سوف يغادرنا الآن، ولكن سيد دكتور سلطان يعني أنا أريد منك تعليقك الأخير فيما يخص هذا الموضوع. يقول السيد أفاق أحمد أنه لدينا مشاكل كثيرة، مشاكل بداخل البيت العربي يجب حلها قبل مواجهة أي تغلغل، إن كان تغلغل إيراني، إسرائيلي، تركي، غربي في المنطقة العربية. يعني المواجهة للعدوان الخارجي على الأمن القومي العربي لا يتعارض مع الإصلاح الديمقراطي الداخلي، والإصلاح الديمقراطي الداخلي سوف يأتي بالكفاية. يعني عندما نرى أن أوروبا قد توحدت شرقها وغربها، وأن المستشار الأوروبية قدمت من ألمانيا الشرقية، وأن أوضاع المجتمعات الأوروبية في أوروبا الشرقية قبل انضمامها للاتحاد الأوروبي وقبل توحد الكيانات الأوروبية كان مختلا بشكل كبير يشبه الاختلال ما بين أوضاع الشعوب العربية في الدول الفقيرة وأوضاع الشعوب العربية في الدول الغنية، ومع ذلك استطاعت أوروبا أن تحتوي كل أزماتها عن طريق الاتحاد الأوروبي والكتلة الاقتصادية الهائلة التي بنتها، وحين كانت الدول المتقدمة أو الغنية تدفع للفقيرة لم تكن تتصدق عليها كما يفعل الأغنياء العرب في الدول العربية للدول الفقيرة، وإنما كانت تدرع عن نفسها مخاطر الصراعات الطبقية ومخاطر الصراعات بين هذه الدول. وبالتالي في العالم العربي على سبيل المثال لو كان العرب انتبهوا إلى اليمن لما حدث الذي حدث، ولو كان انتبهوا إلى فلسطين لما حدث الذي حدث، ولو أخذوا بمصالح الشعب السوري لما جروا النظام أن يقاتل كل هذا الوقت ضد الشعب السوري. أعتقد أن النظام العربي لم يفعل شيئا، وأنه كان قاصرا وضعيفا، وأن القطريات العربية استعظمت شأنها في عينها،
واعتقد هنا وانها تستطيع ان تعتمد على الاجنبي حين تواجه المخاطر، ولم تفكر ان حمايه الامن القومي العربي هو الذي سيحميها، وبالتالي الاجنبي ياتي كالندابه التي لا تكون سابقه في العزاء، وبالتالي ياتي الى مصالح كما الولايات المتحده الامريكيه في دول الخليج. نعم. والتي سمحت باحتلال العراق من جانب ايران، وبالتالي نحن لان ندفع ثمن لاننا نريد للاجنبي ان يقاتل عنا، يقاتل عن ارهابنا ويقاتل عنا اعتداء على امننا القومي العربي، وبالتالي اصبحنا عاله على العالم كله. لم نفكر في التنميه ولم نفكر في حتى محو الاميه الذي يصل في بعض البلاد العربيه الى 60%. ما الذي تتوقع من بلدان الاميه فيها تصل الى 60%؟ هل تتوقع ان يقوموا بمحاربه اسرائيل وان يستعملوا احدث الاسلحه او ان يستعملوا احدث المنشات العلميه والتقنيه في الزراعه والصحه وخلاف ذلك؟ اعتقد اننا بحاجه الى العالم العربي الى ثوره حقيقيه، ثوره بيضاء زراعيه وصناعيه وثقافيه. يعني هناك نعم الى شارعنا ان يتدخل، لان هذا الشارع سينقرض والانظمه تتفرج عليه. يعني هناك توافق أيضا مع السيد أفاق فيما يخص هذا الموضوع، أننا بحاجة إلى تنمية داخلية وثورة حقيقية بالداخل. نعم. الوطن العربي. أنا أريد أن أشكرك الدكتور سلطان حطابة مدير دار العروبة من العاصمة الأردنية عمان، شكرا جزيلا لك. نعم. مستمعينا الأعزاء مكملين حوارنا أيضا مع السيد أفاق أحمد، وسوف ينضم إلينا بعد قليل السيد ملهم لدروبي عضو المجلس الوطني السوري المعارض. سيد أفاق، يعني كما يبدو اليوم السوريا الغائبة، يعني في العام الماضي كانت سوريا خلال قمة شرم الشيخ، كان نستطيع القول حتى في قمة الكويت، يعني نستطيع القول بأنها غائبة وحاضرة، ولكن اليوم في قمة نواكشوط غائبة بشكل كامل، يعني إن كان حضور من قبل النظام أو من قبل المعارضة، حتى مناقشة القضية السورية غائبة اليوم. هل برأيك أن هناك دول عربية فعلا تريد عدم طرح الملف السوري بالقمة العربية؟ يعني سوف أجل أكثر من ذلك. يعني هناك كثير من الدول الآن تبحث عن أي حل في سوريا، أي حل بغض النظر عن بأي درجة يمكن أن يهضم حقوق السوريين، هذا آخر اعتباراتهم، ولكن لحفظ ماء وجههم وللقبول ولتسهيل الأمور والدخول في علاقات. لذلك يعني خلينا نكون واقعيين، اليوم أي بلد عنده موازنة معينة، عنده استراتيجية معينة، عنده مخططات معينة، بيشوف يعني بجوز حتى البلدان العربية تأخذ بالمبادئ أكثر البلدان الغربية. البلدان الغربية بتغير مواقفها كل 4 سنين، بتغير نظام الحكم، بغيره مواقفه، هو الحقيقة هو تغير موقف الشعب، لأنه الشعب هو العميل، هو عم يصوت. بس البلدان العربية بالحد الأدنى عندهم مبادئ، لأنه هم نفس الأشخاص، فما فيني تراجع كثير. يعني عم يمثل وليد جبلاط المسرى بقرار وصفه قرار، لا، لأن العائلة المالكة في السعودية هي نفسها من كذا سنين إلى آخره. نعم. فما فيهم يغيروا رأيهم بشكل جذري بين ليلة وضحاها. ولكن يعني سيد أفاق ولكن يعني أنت تقول أنا، ولكن السياسات تتغير، الظروف تتغير. يعني اليوم هناك كما الجميع يعلم، السعودية منشغلة في اليمن، يعني هناك أمور تختلف. يعني لماذا نضع أحكام مسبقة وقطعية حول هذا الأمر؟ مو بس المشكلة مش باليمن، المشكلة بانخفاض أسعار النفط. يعني انخفاض أسعار النفط هناك معادلة دقيقة جدا. البعض الأحيان يعني بعض الناس بيقولوا أنه يعني إذا انخفضت أسعار النفط يعني الخليج ما راح يروح يشحد. لا، راح يروح يشحد. ليش؟ لأنه أنا لما بيكون مدخولي كدولة 100 مليار بالسنين، بعمل حسابي بقروض بمنشآت بمشاريع على أنه مدخولي 100 مليار. أما لما بيصير 20 مليار فجأة، أنا علي أقساط أدفعها لكبار الشركات ولمشاريع ولمنتجاتي بقيمة 100 مليار، فعمليا عندي نقص 80 مليار. يعني عمليا بدي أرجع يا أما الديان، يا أما بيع منشآت، يا أما بيع مصالح، يا أما بيع مواقف سياسية من جهة مشي أموري، وأتراجع عن الكميات الدفع اللي أنا واعد فيها هذه الدولة أو هذه المؤسسة. نعم. أو هذه المنظمة. يعني المشكلة في اليمن هي واحدة من مشاكل الخليج العربي اليوم.
أما المشكلة الضخمة والكبرى هي مشكلة انخفاض أو هبوط أو تدني أو صار بالحضيض أسعار النفط أرخص من الماء. فعمليا يعني أنت ترى بأن انخفاض أسعار النفط والمشاكل الداخلية في دول الخليج هي التي يعني هي التي كانت سببا بعدم وضع الملف السوري في ضمن مباحثات أو قرارات القمة العربية اليوم؟ إحدى الأسباب. نعم يريدون أن يتراجعوا عن التزاماتهم، وخاصة التزاماتهم بالدول المانحة بالكويت. قرروا 3.5 مليار أو 4 مليار، لم نرى منهم شيء. طب دعني أنقل وجهة يعني هذه نقطة. نعم تفضل قبل أن أذهب إلى السيد ملهم، تفضل بشكل مختصر. لا نعم. لكن الحالة الأخرى وهي الأهم هي أن بعد خروج مصر، بعد الانقلاب في مصر وخروج مصر من دعم الثورة السورية، يعني مصر لها مكانتها في العالم العربي، تستطيع التأثير على عدة قرارات عدة دول أخرى. فعمليا خروج مصر من معادلة الثورة السورية، من معادلة الصراع في سوريا، أثر سلبا. هذه نقطة. والنقطة الثانية هي الصراعات الدولية، وفرنسا وبريطانيا وأمريكا منشغلة في انتخابات وفي انتقال الحكم، وفي هذه المفصلية روسيا استغلت الموقف وأصبحت الأقوى على الصعيد الدولي باللعب بالمعادلات. نعم، سنرحب الآن بالسيد ملهم الدروبي عضو مجلس الوطني السوري من الرياض، من العاصمة السعودية الرياض. سيد ملهم، يعني كما تحدث سيد أفاق أحمد يقول بأن هناك تراجع تجاه الملف السوري من قبل دول الخليج العربي بالتحديد، لأنهم تراجعوا عن دعمهم لهذا الملف بالإضافة لأسباب اقتصادية، وأيضا بالإضافة لخروج مصر من معادلة الثورة السورية، وبالإضافة إلى أيضا المعطيات الدولية الغربية، خاصة إن كانت الولايات المتحدة وأيضا الاتجاه الأوروبي لمحاربة الإرهاب. هل برأيك هذا هو فعلا سبب غياب الملف السوري اليوم عن القمة العربية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم. أحب أن أركز على عدة نقاط. تفضل. النقطة الأولى أن الثورة السورية والشعب السوري عندما انطلق في ثورته المباركة لم يكن يعتمد بعد الله عز وجل إلا على قواه الذاتية. نعم، بخلال الخمس سنوات الماضية كان هناك مد وجزر فيما يتعلق بالتعاون الدولي والتفاعل الدولي مع القضية السورية. استطاع بشار الأسد خلال هذه السنوات أن يصنع الإرهاب وأن يصدر الإرهاب إلى دول الإقليم وإلى المجتمع الدولي في أوروبا وأمريكا وغيرها، مما جعل أولويات بعض الدول ترتب على محاربة الإرهاب بدل من أن تكون منصبة على مساعدة الشعب السوري في الخلاص من بشار الأسد. لا أستطيع أن أقول إنه الحالة السورية الآن والثورة السورية الآن هي في أحسن أحوالها. للأسف الشديد نعم هناك تراجع لدى بعض الدول في اهتمامها بالقضية السورية بسبب تطاول الزمن. يعني الآن نحن في العام السادس، السنة السادسة للثورة، وبسبب أيضا ضعف الأداء لدى المعارضة السورية بكل أطيافها وأطرافها وأشكالها وجناحيها السياسي والعسكري. لذلك في الوقت اللي دعيت المعارضة السورية لحضور اجتماع القمة لجامعات الدول العربية في الكويت، وحضر آنذاك الشيخ معاذ الخطيب ممثلا عن الائتلاف، نجد اليوم أن قطر تقصد قطر، قمة قطر ليس في قطر، عفوا نعم في قطر، قمة الكويت كان أحمد جربة. صحيح في قطر. نعم صدق. نجد اليوم أنه ست دول أو سبع دول ترفض مشاركة المعارضة السورية، وثمان دول عربية تمتنع عن التصويت. هذا في اعتقادي هو تراجع لدعم الثورة السورية والمعارضة السورية. لكن مرة أخرى أنا أؤكد أن الكرة في مرمى الشعب السوري والكرة في مرمى المعارضة السورية ليعيدوا الكرة مرة أخرى وإحياء الثورة السورية وإطلاق الموجة الثالثة للثورة السورية التي تعتمد على قواها الذاتية وتعتمد على الإمكانيات الذاتية للشعب السوري.
طيب سيد ملهم، دعنا نكون واضحين أكثر من ذلك. يعني أنت موجود في المملكة العربية السعودية وتعرف قراءتك تجاه دول الخليج. يعني أنت برأيك التراجع هل صدر؟ يعني اليوم جميع يعلم بأن السعودية هي، دعنا نقول كما يقال، بأنها هي مستلمة الملف السوري عربيا، يعني أو أنه من أكثر الدول التي تعطي اهتمام للملف السوري. هل تراجع الملف السوري أمام الملف اليمني؟ يعني نرى البيان الختامي للقمة العربية الإشارة كبيرة تجاه موضوع اليمن والتدخلات الإيرانية. بالتأكيد يعني هناك تراجع يعني فيما يخص السعودية. يعني لا أريد أن أقول أن هناك تراجع، لكن بالتأكيد القضية اليمنية بالنسبة للمملكة العربية السعودية لها أولوية على القضية السورية بحكم الجوار وبحكم الجغرافيا وبحكم العمق. لكن المملكة العربية السعودية لم تتأخر ولم تتراجع في موقفها من القضية السورية وفي موقفها الثابت من ضرورة رحيل بشار الأسد. وما زعم قطر، دولة قطر؟ قطر أيضا لا تزال في نفس الموقف فيما يتعلق بدعم الشعب السوري والموقف من الثورة السورية. لكن أريد أن أؤكد هنا أن المصالح المشتركة للدول العربية أو غالبية الدول العربية في دعم الشعب السوري في ثورته هي لم تتغير. الذي تغير ربما مؤقتا، وأقول وأؤكد على أنه مؤقتا، هو إعادة ترتيب الأولويات للتعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية والمحلية. لذلك نحن نقول أن ما نراه اليوم من موقف الدول العربية تجاه القضية السورية هو رقم واحد مؤقت وهو قابل للتغيير. رقم اثنين يدعونا نحن كشعب سوري وكثورة سورية للتفكير مرة أخرى بأولوياتنا والتفكير مرة أخرى بمصادر قوتنا، وهي يجب أن تكون مصادر قوة ذاتية تعتمد على إمكانيات الشعب السوري، ويجب أن تكون منطلقة من تفكير إبداعي حول آليات ووسائل وإمكانيات استمرار ثورتنا ضد الشعب. دعني أتوجه للسيد أفاق. يعني سيد أفاق، ما تحدث به السيد، يعني هناك أيضا موافقة أو اتفاق فيما يخص ما قلته في تراجع بعض الدول العربية ضمن وضع أولويات جديدة، ولكن اليوم يعني الملف السوري أو الدم السوري لا زال ينزف أعداد كبيرة من اللاجئين، من الشهداء، من الضحايا في سوريا، ما بين قمة شرم الشيخ إلى قمة نواكشوط، بالإضافة إلى أن المعطيات تغيرت. يعني هناك احتلال، أصبحت سوريا نستطيع القول أنها أصبحت تحت عدة احتلالات، احتلال روسي، احتلال إيراني، احتلال لميليشيات إرهابية، احتلال لجماعات إرهابية. يعني ماذا يعني اليوم، أليست سوريا اليوم يجب أن تحتل الأولوية الكبرى، يعني ليس عربيا حتى دوليا؟ أول شيء بدي أرحب بالأستاذ ملهم، يعني هو صديق على مستوى شخصي، لو أنه طبعا حياك الله. اهلين استاذ احمد، مرحبا فيك. احنا تسلم، صار من 2013 ملتقينا. يعني المشكله انه قبل ما نحكي بليش غيرت او ليش ضعفت، او مثل ما قال الاستاذ منى دروبي غير استراتيجياتها او اولوياتها الدول العربيه، خلينا نفكر بفكره واحده. هي نحن كمعارضين سوريين أول شيء شو سوينا من 2011 حتى الآن، وثاني شيء كم صديق عملنا للثورة أو كم عدو عملنا للثورة. هاي المساحة كتير مهم. يعني خلينا نبلش بأنه كم عدو عملنا للثورة. عملنا كتير أعداء من خلال عدم إدارتنا لأزمة اللاجئين، عدم إدارتنا وعدم تقديمنا معلومات واضحة، وأنا لست كشخص ولكن أشخاص لها علاقة بالكتائب المسلحة، لم نعطي معلومات حقيقية لا للدول الغربية عن من هو له أفكار خارجة عن إطار الثورة، يفكر بحلم له خاص باستراتيجية أو باعتقاد ديني أو بكذا. لم يكن لدينا قوائم واضحة لمن هو مع الثورة ولمن هو خارج الثورة. لذلك الغرب والشرق لم
يعني اعاد اعتباره عن انه الائتلاف السوري ربما يكون ممثل شرعي وواحد لسوريا، لانه لم يرى ان هناك فعلا في هيكليه واضحه وقويه تستطيع التعامل معها كبنية دولي. لم تستطع ان ترى هناك مؤسسه او هناك منظمه قادره ان تستلم زمام الامور في سوريا في اليوم التالي لبعد بشار الاسد. بشار الاسد لا ياخذ اسقاطه عند الدول الغربيه ساعات عندما تكون هناك إرادة حقيقية، ونحن نعلم هذا الشيء. طيب سيد أفاق، يعني سيد أفاق هنا نقطة، يعني حتى لو كانت يعني المعارضة قدمت أداء جيد جدا، قدمت معلومات حقيقية، دعنا نقول أنتم يعني نحمل أنفسنا بأنفسنا كما يعني يقال، كان يعني برأيك أن تغير المشهد اليوم؟ يعني كان هناك سوف يكون اهتمام أكبر من قبل العرب والغرب؟ طبعا أكيد، لأنه عندما يكون حتى عدوك قوي وعاقل تستطيع التفاوض معه. وهذه علاقة شخصية بالسيد بولهام دروب، أنه أنا أختلف جزئيا مع الإخوان المسلمين وأختلف جزئيا مع، ولكن على المستوى الشخصي أنا أحترمه وأقدره، لأنه شخص يعي ما يقول، شخص كلامه موزون وعاقل. لو لم أكن موافق مع كلامه، ولكني مجبر إلى استماع له لأنه يحاكي العقل والمنطق. طيب. نعم. طب دعني أتوجه. طيب. تفضل. تفضل. كلمة راح أوصلها للسيد بولهام، لأنه تفضل. حاولت أنا أتصل فيه كثير. يعني الفكرة الأستاذ بولهام دروبي بيعرفني من 2013، وأنا شخص منشق عن النظام السوري من 2011، يعني قبل السيد ريال حجاب رئيس الوفد المعارض، وقبل السيد العميد عمران الزبي أسعد الزبي اللي كان بجنيف. ولكن شخص مثلي أنا بسبب انتمام عائلته للطائفة العلوية أو ما هنالك، حتى الآن هو شخص مشكوك في أمره. السيد أمين من سر الائتلاف، أنا راسلته أكثر من مرة لأريد ورقة من، يعني بحاجة ورقة من الائتلاف، لكن هو حتى الآن يخلي أنت أين منشق، مع مين انشقيت، مين اللي سهل لك انشقاقك. يعني عمليا هذه الفجوة اللي بقلب المعارضة السورية وبقلب يعني الشعب السوري، لا يمكن أن نفرض احترامنا على الآخرين ونحن مشككين ببعضنا نتيجة خلفية دينية. من 2011 حتى الآن قبل 70% من الأشخاص السنة اللي أعلنوا معارضتهم للأسد لو كانوا ضمنهم ربما معارضين من قبل، لكن أتكلم على ما ظهر وعلى الله ما بطن. نعم. طيب بالنسبة لأنه شخص مثلي هو مشكوك بأمره، وهو شخص لما نعرف حقيقته، لذلك ما نفرض على السعودية ولا قطر ولا فرنسا تحترمنا ونحن ما نحترم بعضنا. طب هاي نقطة كتير مهمة. سيد ملهم، يعني كما تحدث السيد أفاق، يعني فرض الاحترام ولكن نقطة، أليست يعني المعارضة السورية هي نتيجة لي يعني رعاية قطرية كانت في البداية، ثم اليوم رعاية سعودية وأمريكية، يعني إن كانت المعارضة التي تشارك في مباحثات جنيف، يعني كنا نشاهد فيما سبق الخلافات الكبيرة في المعارضة في إسطنبول، وماذا كان يحدث خلال لقاء مع السفراء الغربيين، وانزعاج وزيرة خارجية أمريكا السابقة هيلاري كلينتون من المعارضة السورية. ولكن بالنهاية أليس التشكيلة اليوم الظاهرة هي رغبة سعودية؟ بداية يعني أرد التحية بأحسن منها للأستاذ أفاق أحمد. نعم، هو صديق وزميل والتقينا مرارا بعدد من ورشات العمل. يؤسفني انه ما استطعت انه ارد على اتصالاته، يعني انا جاهز التقي به واتواصل معه في اي وقت. سيدي، ما يتعلق بالدول عموما والقضية السورية والمعارضة السورية، انا اؤكد ان جميع تلك الدول تتعامل مع القضية السورية من منطلقين: المنطلق الاول الامن القومي لتلك الدول، والمنطلق الثاني الدخل القومي لتلك الدول. سوريا كما تعلمون فيها ثروات طبيعية، فيها غاز طبيعي، وهي جسر ما بين أوروبا وآسيا، والدول تتنافس فيما بينها على حصتها من هذه الثروة الوطنية، وكذلك تبحث عن المخاطر التي ممكن أن تهددها قادمة من سوريا وما في سوريا من تجاذبات، وهي من خلال علاقاتها وصلاتها مع بعض
أطراف المعارضة السورية تحاول أن يكون لها دور في مستقبل سوريا. للأسف الشديد أقول أن المعارضة السورية بشقيها السياسي والعسكري لم تعطي مثالا جيدا، نموذجا مقنعا للمجتمع الدولي أن هناك بديلا جاهزا لبشار الأسد، وهذا الإثم نتحمله جميعا، أو أنا هنا أتكلم بصيغة نحن، يعني نتحمله نحن كمعارضة سورية جميعا، لأننا لم نستطع أن نعطي هذا المثال ولم نستطع أن نعطي هذا النموذج. طيب. الآن نعم. يعني لا يخفى على أحد أن بشار الأسد سعى ولا زال يسعى من خلال يعني عملائه ومن خلال من يخطط له من الروس والإيرانيون وغيرهم لهذه الشرذمة القائمة في المعارضة السورية. وللأمانة أقول أيضا أن هناك كانت محاولات جادة في صناعة معارضة سورية موحدة، بدأت في المؤتمرات التي ظهرت منذ نيسان 2011 وتكررت في أكثر من عاصمة وتكررت في أكثر من مكان، ثم جاء المجلس الوطني وجاء الائتلاف ثم هيئة المفاوضات. لكن أقول وبحزن أيضا أن هناك كان محاولات إقصائية من قبل البعض لإقصاء الآخرين، هذا شهدناه ولمسناه وحاولنا أن نمنعه لكن لم نستطع أن نمنعه، لأنه كان يعني هناك أحيانا قوة تدفع وقوة تمنع مما أدى إلى ما وصلنا إليه. طيب. أنا لا أريد، أحب بس أن أنهي مداخلتي لأنه مضطر أن أمشي بعد بشوي. ولا عندي سؤال قبل الذهاب سيد ملهم، سؤال سريع، يعني الذي يسمعنا الآن يقول بأن وضع جامعة الدول العربية وضع وردي وأننا نحمل أنفسنا أكثر مما يجب، يعني الجامعة العربية لا تستطيع فرض اللبنى على اللبنانيين انتخاب أو توجه لانتخاب رئيس للجمهورية، لا تستطيع حل الانشقاق والخلاف بين حركتي فتح وحماس فيما يخص القضية الفلسطينية التي تعتبر القضية المركزية الجامعة للدول العربية، لا تستطيع أيضا جامعة الدول العربية إذا ذهبنا أكثر من ذلك حل الملفات العالقة في اليمن وليبيا، لماذا نحمل أكثر من لماذا نحمل أنفسنا أكثر؟ يعني ليست الجامعة العربية هي في مأزق أصلا؟ جامعة الدول العربية كما منظمة الأمم المتحدة، كل هذه المنظمات الدولية هي منزوعة الأنياب مقلمة الأظافر، يعني لا تستطيع أن تفعل شيء. مع احترامي لكل يعني أعضاء الدول أعضاء في جامعة الدول العربية، إلا أنها يعني عاجزة لم تستطيع أن تفعل شيء يوما ما. كذلك الأمر مجلس الأمن والأمم المتحدة، ماذا استطاع مجلس الأمن وماذا استطاعت الأمم المتحدة أن تفعل بالقرارات التي، ولكن لا يوجد هناك رغبة دولية فعلا كانت سيد ملهم، هكذا يقول البعض. يعني هي ليست فقط رغبة، قد لا يكون هناك رغبة نعم، لكن أيضا هناك عجز. نعم. يعني أمريكا الولايات المتحدة عندما أرادت أن تفعل شيء في العراق مثلا لم تنظر إلى الأمم المتحدة ولم تنظر إلى مجلس الأمن، إجا جورج بوش ودخل على العراق واحتل العراق ومشي ما انتظر. الآن هذا السيد أوباما اللي هو على وشك أن يرحل من البيت الأبيض، سواء كان عاجزا أو كان غير راغب في حل القضية السورية، مجلس الأمن لم يساعده وإنما كان يعني يعملها مثل الحجة إنه بدنا قرار بدنا نسوي. القرار 22-54 القاضي بإيصال المواد الإغاثية الطبية والدواء والغذاء إلى المناطق المحاصرة لم تقم الأمم المتحدة بتنفيذه. يعني نعم. أمريكا قادرة على إيصال المدرعات وقادرة على إيصال الصواريخ إلى البي واي دي إلى القوات السورية الديمقراطية، لكنها عاجزة يعني إيصال الإسبرين والأنسولين إلى 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 يعني إلى عدم وجود وإلى دون. يعني عدم وجود رغبة أمريكية. طب أنا سوف أشكرك شكرا جزيلا السيد ملهم الدروبي عضو المجلس الوطني السوري من العاصمة السعودية الرياض، شكرا جزيلا لك. سيد أفاق سؤالي الأخير لك، يعني على ما يبدو يعني هل العمل العربي المشترك تراجع بعد الربيع العربي؟ هل أثر فعلا الربيع العربي على العمل العربي المشترك؟ يعني حتى السنة أو القمة
قمة السنة الماضية كان هناك قرار بتشكيل قوة عربية مشتركة، حتى اليوم لم ترى هذه القوة العربية أي بصيص النور، يعني لم تخرج إلى النور، ما رأيك؟ يعني صديقي ما بعرف، تعودت أنا بكل حياتي إنه نعود لجذور المشكلة. يعني حقا لما نتكلم عن النظام السوري أو لما نتكلم عن نظام بأي دولة عربية أو لما نتكلم عن عائلة أمريكية أو نتكلم عن هذه المنظمة اللي تتبع الجامعة العربية، يعني بالنهاية هالأشخاص هذه لم تأتي عن ظهر القمر ولا من المريخ ولا من أوروبا. هؤلاء يعكسون حقيقة حالة شعبوية، حالة تربينا عليها، حالة لذلك عمليا ايه انا طيب كمان طيب سيد افاق دعني ادخل نعم سيد افاق دعني ادخل قبل نهايه هذا البرنامج بخصوصيه نوعا ما بطبيعه عملك السابقه في النظام. يعني انت كنت تعمل في مكتب المخابرات الجويه في النظام السوري، يعني حين انعقاد مثل هكذا قمم عربيه يعني كاجهزه امنيه او مخابراتيه بالداخل السوري مثلا، كان هناك اهتمام متابعه؟ هل مثلا كان يوجد تنسيق ما بين الأجهزة المخابرات العربية أو أجهزة الداخلية العربية، أما فعلا كان يحدث بأن التنسيق هو ما بين الخارجية فقط، يعني وزارات الخارجية العربية؟ لنكون واقعيين بكل بلدان عالم الثالث صاحب القرار هي المخابرات. يعني نعم، يعني ربما يستمع لرأي الخارجي وينسق معها ويرسق مع السلك الدبلوماسي، ولكن الوضع الأمني في أي بلد من بلدان أصلا في أي بلد في العالم، ولكن يختلف منظور الدول للوضع الأمني. فالوضع الأمني بالدول الغربية يعني هي لأي حد المواطن الغربي بخطر، لكن المنظور الأمني عند الدول العالم الثالث هي لأي حد النظام في خطر أو الأسرة الحاكمة أو العائلة المالكية في خطر. ولكن هذه هي الأولويات لدى جميع البلدان العربية وبلدان العالم الثالث. لا يوجد أولوية من أكثر أهمية من الحفاظ على أمن النظام أو أمن العائلة المالكية أو العائلة الحاكمة أو العائلة الأميرية أو إلى آخره. لذلك عملياً كل هذه الدول متفقة فيما بينها بشكل باطني على أنها لا تريد سقوط أحد منها، لأن سقوط أحد منها هو سقوط للآخرين. هذه القاعدة لما بدأت بالاستثناء عند سقوط صدام حسين، أتوقع أن الجهة الوحيدة اللي كانت واعية لهذا الشيء هي الإمارات، ودائما الإمارات نجد أنها تتكلم، يعني تنظر إلى الواقع العربي بنظرة شمولية، نظرة أكثر بعدا، لأنها تعرف أن المخطط أنا لا يمكن أن آتي أن أنعت شخص أنه طويل وأنا طويل، أو أنه عربي وأنا عربي، أو أنه إلى آخره. فعمليا الدهمة والحجة التي عاد بها الغرب جميع الأنظمة التي سقطت والتي آيلة السقوط أو التي محضر لها للسقوط هي نفس التهمة. فإذا التهمة التي حكموا فيها صدام حسين أو القذافي أو غيرهم سوف يحاكمون به نفسهم العائلات المالكية. طيب ولكن نعم. ما يعني بس فكرة صغيرة، يعني من فترة حتى كتبت على فيسبوك، يعني رايس كان في إسرائيل بالعام 2006 وخطبت بالملأ وبلغة فصحى ولغة واضحة أن هناك شرقا أوسطا جديد قادم بفضل الفوضى الخلاقة، وكلنا نذهب إلى أمريكا لنستدعيها لمساعدتنا في إنجاز هذه المهمة التي هي طلبتها منها، وبنفس الوقت نقول أنها عدوتنا. يعني أي حالة من الغباء وصلنا لها جميعا. طيب نذهب إلى الكلب ونطلب منه حماية الغنم. انتهى وقت البرنامج سيد أفاق أحمد، يعني للأسف، وأريد أن أشكرك لمشاركتك اليوم ببرنامجنا سيد أفاق أحمد، أمين عام حركة المجتمع التعددي من فرنسا، شكرا جزيلا لك. وكان أيضا مستمعينا الأعزاء معنا الدكتور سلطان حطام مدير دار العروبة من عمان، وأيضا كان معنا السيد ملهم الدروبي عضو مجلس الوطن السوري من الرياض. شكرا جزيلا لكم مستمعينا، وفي أمان الله.
دهشة الثورة، سوريا مع الثورة.